النجمة الكبيرة الأستاذة بسمة، دايما بقول عليكي متمردة بعيدة عن مدرسة مدحت صالح في الغنى، ازاي اتقابلتوا في ده؟ مدحت والله يا جماعة أنا نسيت إن هو مدحت صالح النجم العظيم صاحب الصوت الرائع، نسيت كل ده وإحنا بنمثل، لأنه هو ممثل محترف وموهوب ومجتهد وروحه حلوة وبيحافظ على شغله، فلا الشغل معاه كان اكتر من رائع. امسك بطن الحوت، معجب بيه بشكل شخصي لدورك، كدور محجبه يسريه، المحجبه المحاميه اللي عندها تويست اللي هي ممكن تطلع مجرم علشان خاطر تاخد فلوس، تويستات كتيره قوي في دور يسريه. شفت مليانه اخلاقيات كده، مش هينفع انا اقول بقى بس ما فيها بس هي متعبة. بص هو هقول لك على حاجة، وده جزء من حلاوة التمثيل، هو فكرة انك تعيش حياة ناس غيرك، تتعلم من خبراتهم وتديهم من خبراتك، وكأنك شايل شنطة على ظهرك بتاخد منها من اللي انت اتعلمته طول السكة، طول الأدوار اللي لعبتها، وفي نفس الوقت طول حياتك، وبيحصل نوع من انواع الميكس اند ماتش كده، علشان كل مره يطلع شخصيه جديده فيها لمحه منك لكنها بعيده عنك. ف يسريه بعيده عني، زي ما شذا مش انا بس فيهم مني، وفي نفس الوقت هما الاثنين وغيرهم، صفيه او دينا او رحمه او هاله او سلمى او اي حد من الشخصيات اللي كان لي الحظ والشرف ان انا العبهم، هم علموني حاجات وانا اديت لهم حاجات، وبالتالي هم ساهموا في تكوين وتشكيل شخصيتي النهارده وانا واقفه قدامك. سمرا يمكن ده قريب من مدرستك التمثيليه شويه. باسم سمرا اول ممثل اقف قدامه في حياتي، انا اول تجربه ليا في التمثيل كانت من خلال فيلم المدينة للمخرج الكبير أستاذ يسري نصر الله بطولة باسم سمرة، فكانت بالنسبة لي إن أنا أمثل مع باسم مرة تانية بعد ما كل واحد فينا بقى الدنيا نحتته بشكل من خلال خبراته ومن خلال تجاربه ومن خلال الأدوار اللي عملها، كانت تجربة جميلة جدا. باسم مختلف في إيه المرة دي بصراحة إنسانيا قبل ما يكون فنيا؟ مين إنسانيا دي قوي؟ يمكن زمان أيام المدينة ولحد من قريب أنا كنت شخص خجول جدا وبتكلم مع الناس بالعافية، فما أقدرش أقول إن أنا كنت بقدر أتعرف على الناس كويس، وكأني بتعرف على باسم إنسانيا مؤخرا في الفترة الأخيرة. باسم شخص قلبه طيب جدا، حقيقي جدا، واللي في قلبه على لسانه جدا جدا جدا، وجدع جدا، وفي نفس الوقت ممثل جبار الحقيقة. ليه الناس والجمهور في الكومنتات وانا بتابع بلاقيهم حتى انت كده جزء هيبة او جزء خوف، يخافوا ينتقدوا، بس ما بعيد عن ممكن نشوف انتقادات، بس حاسس انت بانية شخصية مع الجمهور يخاف ينتقدك، يحبك في العمل بس يخاف يهاجمك، شيء بانية لشخصية الست او السيدة المسيطرة شوية. هو انا مش عارفة لو انا فاهمة سؤالك صح ولا غلط، بس اي شخص في الدنيا عرضة لانه ينتقد، وانا بقبل النقد طالما نقد بجد. انما في نماذج من البني ادمين للاسف علشان يملوا بيقولوا اي كلام عشان يملوا، دي نوعية من الكومنتات انا ما بلتفت لهاش. في ناس علشان يلفتوا الانتباه بيقولوا برضو اي كلام، وبيتهيالي ان احنا وصلنا بقى لمرحلة من الخبرة او من الوعي او من المعرفة ان احنا بنقدر نفرق مين بيتكلم بجد وبيقول اراء فيها سلبيات قبل الايجابيات، وده بينفعنا لانه احنا لو معتقدين ان كل اللي بنعمله ايجابيات نبقى موهومين. انما اللي انا فهمته من سؤال حضرتك انه الناس ما بتوجهليش انتقادات وكأني انا
بيخافوا يقولوا لي مش صحيح. لا انا البيج عندي في احيانا انتقادات جزء كبير منها من النوعيات اللي كلمتك عنها في الاول ودي ما بلتفت لهاش، لكن في جزء ولو ضئيل بتبقى انتقادات او اراء نقديه ليها وزن وتقل وبفكر فيها وبرد عليها، بهتم بالرد. سؤال، انا ليه حاسك المره دي مختلفه معايا في الحوار؟ يعني كل مره كنت بحسك بعيده شويه عن الصحافه، عايزه تعملي الدور وخلاص، حاسك المره دي في اريحيه كبيره ومختلفه وفكه لو ده صح. وانت والد حضرتك صحفي، وانت ما تزعلش، اقول لك وما تزعلش، وانتوا شاهدين يا جماعه كل الناس اللي حوالينا، انا بجد جوايا زعل كبير جدا من بعض الناس من غير ما اشاور بصوابع على حد، لانه احنا بنقول كلام وتاني يوم نتفاجئ بمانشيتات لمجرد ان اللي كاتب او ناقل الكلام ده يعمل ترند، وده بيسيء لنا بشكل رهيب. عارفة ان التعميم حاجة غلط، بس من كتر ما الواحد اخد على نفوخه وعلم نفسه انه جلده يتخن علشان ما يتوجعش، لانه الحاجات دي بتوجع قوي، اللي بيعملوا كده فينا بينسوا ان احنا بني ادمين وعندنا اهل وعندنا عيال وعندنا بيوت وعندنا كرامه وعندنا احساس، بينسوا ده. من كتر زعلي بقيت مش عايزه اتكلم، وما بيفوتنيش مناسبه لما بضطر اتكلم في ايام زي النهارده ان انا اقول ويا ريت ما الاقيش بكره كلامي متحور على السوشيال ميديا. انا عن نفسي مش هحور.